السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء. اليوم نتكلم على هاي مجموعة البطاريات اللي حاليا احنا فتحناها ونظفناها وشيكناها، باقي بس تنفح فحص بالشحن. عندنا تقريبا هاي قدامكم تشاهدون بحدود 1000 بطارية، فراح نفتحن كل هنا نسوينا منظومة إن شاء الله على الصيف الجاي هذا الجديد. وهاي مجموعة البطاريات هي من كلها مستعملة، هاي البطاريات مو جديدة للعلم. هاي البطاريات الحالية قدامكم الموجودة اللي بالفيديو هسه كلها مستعملة مو جديدة، أما اللي ظهرت بالفيديو الجديدة اللي محطوطة هذا نجدد، أما ذني مستعملات. فراح نشد هاي منظومة وسويش منظومتين حصل عندنا. هاي بطاريات كلها أصلية سامسونج وإل جي وباناسونيك، وجيدة بطارية جيدة كلها جيدة جدا، وراح نحن نشدها إن شاء الله. فإحنا حاليا هسه راح نسوي منظومة بطارات مستعملة ومنظومة بطارات جديدة. موضوع ثاني عندنا مهم اليوم، احنا على باب الصيف ودخلنا في موسم الصيف حاليا تقريبا، يعني احنا حاليا شهر الثالث، بعد ايام اقل من اسبوع 10 ايام 15 يوم الجو يتغير بيصير حار عندنا. فاليوم ردنا نشيك هاي المنظومة مالتنا اللي سويناها قبل سنة ونص او سنة ونص بالحدود. مجموع اليوم ده افحص الاعمدة مال البطارية، يعني هاني ما استخدمت بها مس بهاي المنظومة، ريدت اجرب واشيك يعني بالمنظومات مال البيت يعني بدون بي ام اس، يعني اقدر اراكو بدون بي ام اس واقدر اوافق بين هاي العمليه، لان الليثيوم شيء اكيد ضروري البي ام اس خليه له. فسويت يعني ربطت المنظومه بدون بي ام اس هالفتره كلها سنه كامله واشتغلت بيها، تركتها شهر شهرين ثلاثه ما تابعت يعني فتها نهائيا ما تابعها. بدايه الايام تابعتها وشفتها وضعها طبيعي، ورا ما استقرت عندي فتره اقل من شهر مضبوط ماكو اشكال بيها، تركتها 6 اشهر ما وصلت لها. رجعت ورا 6 اشهر لقيت اكو عندي عمودين نازلات بالفولتيه، يعني ورجعت رفعت الفولتيه مالتين، فعرفت انه شنو البي ام اس، ويوازن البي ام اس بيناتين ويرتب عمليه الشحن شيء، لكن هو ضروري تخلي بي ام اس. يعني احنا هاي كلها تجارب نسويها في حاله اذا كان واحد ما عنده بي ام اس يقدر يشد منظومه بدون بي ام اس الليثيوم ممكن صحيح، لكن شرط ان يكون انفرتر مالتك اللي انت تشتغل بيه مو عاكسة عادية من هاي الشغل محلية أو عاكسة صينية هندية، هاي لا عاكسة انفيرتر شمسي يدعم نظام البرمجة الذكية اللي تقدر انت تعدل بالفولت وتعدل كل شيء بيها، تضبط أعلى درجة الفولتية وأقل فولتية عمود، يبقى عندك البطارات تشرب هاي الطريقة بصورة صحيحة. المسألة الثانية اللي تكلمنا بيها اليوم هو موضوع الحرارة والأمور الأخرى، يعني ضروري اليوم نشيك الحرارة احنا، لأن احنا هاي المنظومة بيها مروحة تبريد ونفحص الفان مالتها، بيها حساس حراره يشتغل، كابينه حاطيه بصندوق مقفله وبيها عداد قياس وكل المجموعات. يعني اليوم موضوعنا كان حول هسه حاليا شرح المنظومه والفحوصات اللي حنجري عليها. المنظومه صار اكثر من سنه وشويه مسويناها، والحمد لله وضعها جيد جدا البطاريات، والمنظومه جيد جدا يعني وشغلها طبيعي، مثل ما تشاهدون شحنها وضوء يعني جيد جدا شحنها والامبيريه وكذا. هنا دا اشوف دا اختبر انه في حد صار عليه لود، انا مبرمج هذا الكارت قدامكم، هذا مكان البي ام اس انا حاطه بحيث اذا عبرت الفولتيه شحن اكثر يفصل. عندي هذا الجلوب الاحمر يقول لي اكو مشكله عندك بخطأ، بنفس الوقت محدد الفولتيه بالانفرتر يعني مرتبها ترتيب. فهي المنظومه عندنا جيده جدا والحمد لله وضعها جيد، ومثل ما شاهدون قدامكم الجهاز البرمجه مالتها. فحصنا الاعمده الموجوده بالمنظومه تقريبا 7 اعمده، عندي اختلاف كان بس بالعمود الاخير تقريبا، يعني العمود الاول كان 4.10، الورا 4.9، 4.8، 4.6، المهم اخر عمود عندي 4 ضبط فولت 4.1. فهذا يعني هسه ما طول الصيف الى اسوي 4.8 بالشحن، اجيب له شحنه خارجيه عندي هي خاصه 3 فولت 5 فولت، اشحنها اوصلها الى 4.8 اوازنها ويا البقيه، واللي بصفه كذلك كان 4.2 هم صاعده لحد ما اضبط الشحن مالتهن واضبط التوازن مالتهن واتركهن. لكن انا هسه حاليا عندي فكره اخلي بي ام اس، صراحه ان بي ام اس ضروري هو رجاء اخوان. ليش؟ بي ام اس هو ينظم عمليه الشحن بدون ما تدخل بيه انت، هو يرفع العمود الاول يرفع العمود الثاني، ينظم عمليه الشحن، اذا اكو عندك تفريغ زايد يقطع لك هذا كلها. فضروري بي ام اس، وتعرفون بطاريات الليثيوم تكون خطره مو سهلة، لكن تتعامل معها بنظام الحماية. فأني هاي كانت تجربة أسويها ذا شيكها، وللناس اللي عندها خبرة ضروري الناس اللي عندها خبرة تطبق هاي العملية، ما عنده خبرة ما يقدر يشيك لأن يعني صعب عليه، عنده خبرة لا يقدر يشيك هاي الأمور بسهولة. يعني ساني مثلا أعتبر كطبيب مالتها، فشديتها بدون بي ام اس، شديتها سنة كاملة ووضعها طبيعي. قبل لا أشد البي ام اس سألت بها، أني عندي مواقع أجنبية أصدقائي يعني بأمريكا وبريطانيا وأستراليا، فقال ممكن يشد بدون بي ام اس لكن ضروري البي ام اس يشده. فأنا قلت خليني أشد بدون بي ام اس وشيك خلال السنة. فخلال السنة شيكت كل الأمور، وضع الليثيوم عادي يصعد الشحن وينزل الشحن طبيعي ما عندي أي مشكلة. لكن شرط أنه أنت لا تخلي
بدون بي ام اس لازم كل شهر تفحص العمده، اذا عمود عندك انخفض فولتي ترفعه. الان راح نشيك هاي المروحه قدامكم نشوفها حاليا، يعني حسست بالحساس ما تحركت حساس، يعني هي درجه حراره داخل الكابينه هسه مال البطاريات 20 وانا من ضغط كنت مسويها 35 فنزلتها 20 هم فصلت، يعني لازم اطبيها سمح درجه الحراره، فحركت باصبعي السنسر مالتها اشتغلت عندي المروحه، يعني معناتها الوضع طبيعي جدا جيد جدا، ومثل ما تشاهدون هاي البطاريه والخلايا وضعها جيد جدا والحمد لله، يعني ليثيوم بطاريات كلش حلوه راقيه، وانا صار لي اكثر من سنه ونص هسه مرتاح من ورا شدت بطاريات ليثيوم ارتاحت يعني، وعندي فكره هسه انا حاشد منظومه جديده عندي بحدود 12 كيلو، وعندي بطاريات اللي شفتكم اياها بدايه الفيديو، وان شاء الله هاي بعد ما تكمل راح اصور لكم اياها ونقول لكم كل معلوماتها، واحده مستعمله واحده جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.